أي مكانة في السينما والإنتاج السينمائي لنساء المتوسط؟ ما دور المخرجات في دول البحر الأبيض المتوسط للنهوض بالقطاع السينمائي؟ هل لنساء المتوسطيات قدرة على مواكبة أوضاعهن من بوثقة الفن السابع؟ أسئلة أماط من خلالها المشاركون في الندوة الدولية التي اختير لها عنوان السينما المتوسطية بصيغة المؤنث بمركز تطوان للفن الحديث اللثامة عن أفق عمل النساء المتوسطيات في المجال السينمائي. Alors les réalisatrices quel que soit le pays, mais je pense que le Maroc, il faudrait voir ça de plus près, mais je pense que sont toujours une minorité dans le pays et en plus il y a des attentes par rapport à ce qu'elles devraient faire comme type de cinéma, qui, je pense, sont aussi fortes au Maroc qu'elles le sont ailleurs. Ceci étant, j'ai souvenir de Farida Benyazid, qui est marocaine, avec qui j'avais fait une table ronde à Salé il y a 13 ans. Et elle essaye quand même de faire un cinéma un petit peu différent, mais avec toutes les difficultés d'arriver à financer un cinéma un petit peu différent de la norme. ندوة تطوان الدولية التي تأتي في خطام احتضان المدينة لفعاليات الدورة 25 من المهرجان المتوسطي كانت مناسبة أيضا للحديث عن ما حققته ممثلات ومخرجات في مجالات متعددة خصوصا السينما على الصعيدين المتوسطي والعالمي رغما عن التحديات التي ما تزال تحاصر هذا المجال. لا هو هذه الندوة الآن هي لحظة لمساءلة عدم حضور سينما نسائية بالشكل المفروض أن يكون، لأن السينما النسائية سواء في الصياغ التي من التي تطرح قضايا النساء أو السينما النسائية بمعنى أنها صناعة نسائية سواء في أدوار البطولة أو في أدوار الإخراج أو في كتابة السيناريو أو في غيرها من التدخلات الفاعلة في صناعة السينما، يبدو أن الحجم الآن لا يعكس الدور الحقيقي الذي من المفروض أن يكون للنساء في صناعة سينما متوسطية تعكس هذا النضج وتعكس هذا الحضور القوي للنساء. هذه اللحظة هي لحظة مساءلة، لماذا هذا الخلل؟ لماذا هذا القصور؟ وهو لا يتعلق الأمر بالضفة الجنوبية فقط ولكن حتى بالضفة الشمالية.